إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا شفيع المذنبين وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء يا باب الرحمة ونجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة يا سيد الشهداء ما خاب من تمسك بكم يكفيك فخرا يا عقيل بمسلمين فلرب شبل كان فخر الضيغم وثق الحسين به فكان ممثلا سبط النبوة في المقام الأعظم لما أتوا أولو الضلال بكتبهم أقدم لجيش للجهاد منظمين فأجبتهم هيهات يغدر مسلمون ما الغدر يا عدال شيعة مسلمين ولقد حظى بشجاعة مغرية والحرب للشجعان أعظم موسمين فتحت له أبواب نصر صعبة فتح المعاني للأديب الملهم يكفيه فخرا أن يقابل وحده جيشا فيهزمهم ولما يهزم كالسيف أصبح مفردا في غنده لكنه مجس لم يتكلم يكفيه فخرا أن يصوم ثلاثة في الحرب لم يشرب ولما يطعم أترى حسينا عالما بسفيره ما حل فيه وليته لم يعلم مسلم وقف يمنى طرع يدي الأفكار خجلان راسه منكسه والدمع نثار وطاعت قلش حاجتك من وقفتك هاي قالها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله طلعي لي شوي ماي جابت الماي وشرب منه ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب
وصفتك ببيوت الأجناب كنك جليل وشوفتك يا شهر تنهار لأهلك دروح القمر غرب والنجم دار روح بعجل لأهلك قبل ما يظلم الليل واقف وتفكر والدمع بخدودك تسيل ما عندك بهالبلد عزوة ولا رجاجيل قالها غريب ولا أهل عندي ولا دار قالها غريب بهالمدينة ولا ليوطان خانت بي الكوفة وأنا مفرد بالأعوان وين الذي يودي خبر لولا يقلهم جرى مسلم بليم صار محتار معاي في هذا السؤال المسلم قالت هلك في وين قالها في المدينة عن أرض حلمة والدهار جاي ومسيت ببلدكم ما ينصح العاقبة للمتقين وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لتعجيل فرج صاحب العصر الزمان قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم والفرج عن المؤمنين للصلاة على محمد وآل محمد جاء عن أبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام في حق ابن عمه مسلم بن عقيل عندما بعثه لأهل الكوفة إني باعث لكم بأخي وثقتي في تاريخ البشرية عندما يتلفظ أحد المعصومين عليهم السلام بقول منفعة مصلحة كلمة لهذه الأمة وعندما يتفوه أحد المعصومين عليهم السلام في الثناء والذكر الجميل لشخصية من شخصيات الأمة كمسلم ابن عقيل رضوان الله عليه نريد في هذه الليلة باختصار دائما يتهموني بالإطالة فأحب أن أبين بعض النقاط في حياة سفير الحسين والحامل المسؤولية من الحسين سلام الله عليه لهذه لأهل الكوفة لعله في ثلاث نقاط النقطة الأولى نتعرف فيها على شخصية مسلم بن عقيل الأمر الآخر على صدقه وإخلاصه وثباته في خط الحسين عليه السلام الأمر الثالث نتحدث عن شجاعته وعدم جبنه يعني ما عنده تراجع في هذا الأمر هناك نقطة نبهني الأخوة البارحة عليها وجزاكم الله خير عندما تنظرون خطأ في طرحي أو الكلام اللي أقوله أن تنبهوني
وأنا أشكر واقعا الإخوة الذين كلموني عن الخطأ الذي طرحته البارحة، وهذا أسعدني واقعا. واطمأنيت على أن هناك مراقبة، فالواحد يلتفت عندما يطرح مثلا، وعندنا حتى في الشارع المقدس لو كنت معلما مثلا فقهيا وطرحت مسألة فقهية وطرحتها بخلاف الواقع، يعني بخلاف الحكم الصحيح، يعني بخلاف رأي الفقيه، يجب علي إشعار الآخرين إذا عرفت الصح. نعم، على كل حال البارحة ذكرت في موضوع لما جبت قصة إبراهيم الحبشي، وقلت إن أحد، لاحظ العبارة اللي قلتها أنا، أحد المسلمين خرج من مكة قاصدا إلى اليمن الجزيرة العربية، وجاء إلى الكعبة أو البنية التي بناها إبراهيم الحبشي وجماعة وتغوط فيها. طبعا هو ليس مسلم، لأن الإسلام بعد لم يأتي، يعني النبي صلى الله عليه وآله عام الفيل في ولادة رسول الله صلى الله عليه وآله عند حادثة الفيل، يعني هدم الكعبة، فجزاه الله خير. فهو أحد العرب الذين يعملون بدين إبراهيم الحنيف، وكانوا يتعبدون في مكة المكرمة بدينهم وعقيدتهم، وذهب إلى هناك ورفض هذا الواقع الذي رآه في اليمن. على كل حال فهو عربي وليس بمسلم في ذلك الوقت، وإن كان مضمون كلمة الإسلام من يوم آدم إلى يوم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقولون أن هذا مسلم أيضا. على كل حال صل على محمد وآل محمد. نتعرف على شخصية مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه، وهو ثقة الحسين عليه السلام. لو رأيت في المنام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وقال لك إني راض عنك، ماذا تفكر؟ يعني هذا الإنسان الذي يكون أمير المؤمنين سلام الله عليه راض عن، واقعا أنه في قمة الهرم، يحتاج إلى هذا الإنسان أن يرفع من درجاته، أن يرتب درجات الكمال حتى يصل إلى قمة الهرم، وأن يرتب مراتب العصمة حتى يصل إلى نهاية الهرم أيضا، ويكون قريبا من أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى يكون علي بن أبي طالب عليه السلام راض عنه، حيث أن الانتساب والتعلق والارتباط بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لابد أن يكون ارتباطا وثيقا بعلي بن أبي طالب. مو أنا أحياناً أقول بأني شيعي وأقول بأني موالي وأقوم وأقول يا علي وأقعد كذلك وينش اسمه، ونلاقي ما نلاقي في دنيانا بسبب أننا ننتمي إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. لكن خلنا نكون واقعيين مع إيماننا والتفافنا وارتباطنا واتباعنا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حتى ننال هذا المقام. طبعا ومن المقامات الذي نشدها علي عليه السلام ليس منا، يعني لا تنتسب إلى أمير المؤمنين ولا تقل أنك موال لعلي ولا من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، إلا أن تكون كما يريد علي بن أبي طالب عليه السلام. ليس منا إلا من اتقى الله، يعني يكون هذا الإنسان على قدر من التقوى قريب من الله سبحانه وتعالى حتى يوصل إلى المرتبة اللي يرضى عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا مو صعب هذا الشيء، ولكن كما يقول
وإني لأعلم أنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد حتى توصلون إلى مثل هذه المراتب. يسأل أحد الفضلاء يقولون لك كيف تشرف أبوك بلقيا الإمام الحجة؟ أكو مراتب يعني عند هذا الإنسان يوصل فيها أنه يلتقي بالإمام صاحب العصر والزمان، أنه يرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في منامه، أو يرى رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه ترى مكان مي سهلة أن الواحد مثلا يتشرف بلقيا الإمام. لاحظ أكو بعض الأمور التعبدية، أن تصلي مثلاً 40 ليلة في مسجد السهلة تلتقي بالإمام سلام الله عليه ولعله يبشرك بخير، ولكن لا تعرفه. معرفة الإمام صعبة واقعاً، أنه إذا رأيتم أحداً يقول أنه التقى أو رأى الإمام فكذبوه. إحنا عندنا هذه القاعدة موجودة. نعم على كل حال، فلكن تشريف لهذا الإنسان أن يرى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام مثلاً في منامه. نعم، فيشهد له بعمله الصالح بصلاح هذا الإنسان. شهدنا، سئل هذا الرجل هذا الفاضل كيف تشرف أبوك بلقيا الإمام الحجة؟ قال كان أبي لا يعمل المكروه، كان أبي لا يترك المستحب، كان أبي لا يتهاون بالواجب ولا يفكر في معصية. مستعدين نكون بهذه الصورة أو لا؟ نجتنب المكروه، نعمل بالمستحب. يأذن وأنا واقف عند الخباز، ماكو مشكلة، هذا تهاون بالواجب. يقول في الرواية الإمام الصادق سلام الله عليه: لا تنال أو تنال شفاعتنا مستخفا بصلاتنا. سئل ما هو الاستخفاف؟ قال هو التفريط، يعني أعرف أسمع الأذان المؤذن وأنا قاعد، عقب لحظة عقب ساعة عقب ساعتين لا الشمس بعده ما غربت لا زال هناك وقتا أن أصلي فيه، وقاعد أفرط في الوقت وأتساهل في موضوع. هذا التهاون في الواجب. هذا الإنسان تشرف بلقيا الإمام الحجة سلام الله عليه حيث أنه ترك المكروه وتعامل مع المستحب ولم يتهاون في الواجب، متاول في أداء واجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، فنال هذه المرتبة. متى إحنا نوصل إلى هذا المقام؟ حتى يرضى عنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك أناس وصلوا إلى مراتب عالية، ذكرت في الليلة الثانية عبد الرحمن بن أبي بكر، هذا صاحب دنيا وصاحب مال ويريد الجاه، ولو حصل السلطة لأخذها، ولكن ابنه محمد كما في الرواية وصل إلى درجة العصمة ولكنه ليس معصوما. عندنا احنا الرواية تذكر إلينا 5 أشخاص وصلوا إلى درجة العصمة ولكنهم ليس بمعصومين. أمير المؤمنين العباس بن علي عليه السلام، زينب بنت علي، فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم سلام الله عليه، وكذلك محمد ابن أبي بكر والقاسم بن الإمام باب الحوائج، وصلوا إلى مرتبة العصمة ولكنهم ليس بمعصومين. إذن الإنسان يمكن لهذا الإنسان عندما يصبر على عدم التعامل مع المحرمات ويبادر إلى ما أوجب الله ويحب أن يكثر من المستحبات ولا يتهاون بأمور الله سبحانه وتعالى ونهيه، يوصل إلى هذه المرتبة. يوصل درجات موجودة، ممكن أن يصل إلى قمة الهرم في درجات الكمال الإنساني. اليوم إحنا عندنا مثلا بعض الفضلاء بعض الفقهاء، الله يحفظهم، ما تقدر حتى تفتح عينك بعينهم،
الله سبحانه وتعالى جعل لهم الجلال، جعل لهم الهيبة، جعل لهم المكانة. اليوم انت شلون تحترم المؤمن، تحترم المصلي، تحترم الصادق، تحترم المخلص؟ ليش؟ لأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. احنا بعد بحاجة ان نهذب انفسنا حتى نصير قريبين من الله، ويكون لنا الشهادة من الامام المعصوم سلام الله عليه، مسلم ابن عقيل، احد خريجي مدرسة امير المؤمنين سلام الله عليه، وخريجي منبر امير المؤمنين عليه السلام. نال درجات المعرفة ونال درجات الفقاهة. يصفه الإمام الحسين سلام الله عليه بأنه فقيه، يعني مرتبة يتبع في آرائه، يتبع في أقواله، ولهذا كان مؤهلا لهذا المنصب الذي كان فيه عند الحسين سلام الله عليه، وجعله سفيرا له، جعله نائبا له. نعم، اطمأن الحسين عليه السلام لأخذ البيعة له على يده، أي على يد مسلم بن عقيل. فهذا مقام سامي رفيع، درجة عالية عند هذا الإنسان. ولذلك كان له يوم، خصص له يوم في شهر محرم الحرام، لما كانت عليه هذه الشخصية العظيمة والرجل الكبير. لا تنال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولن تنالوا العسل إلا بعد لسع العازيب. انت تريد تحصل عسل، تريد تحصل خير، تريد تحصل جنة عند الله، تريد تحصل رضوان، تريد تحصل توفيق في حياتك، لابد أن تسعى إلى الخير، ولن تنال الخير إلا أن تجهد نفسك في أمر الله سبحانه وتعالى. فهنا نالها مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. مسلم بن عقيل كما بينت خريج مدرسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كان معه هذا في جانب، جانب العلم، جانب المعرفة، جانب الفقاهة، جانب الحصيلة العلمية التي تؤهله أن ينال هذا المقام، وأيضا مقامات أخرى كانت لهذا الإنسان، وهي الشجاعة، حيث جعله أمير المؤمنين سلام الله عليه على ميمنة الجيش يوم صفين. يوم صفين كان مسلم بن عقيل مع الإمام الحسن ومع الإمام الحسين في ميمنة جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يسأل أمير المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول له: يا رسول الله، أو تحب عقيل؟ قال: بلى، وأحبه حبين، حب له وحب لأبي طالب لحبه له. لاحظ هذه. وكذلك اسمع النبي صلى الله عليه وآله، نعم، وأنه ولده يكون ناصرا لولدك الحسين عليه السلام في يوم كربلاء. وهذا المقام الذي ناله هذا الرجل العظيم. نتحدث عن ثقة الحسين سلام الله عليه في هذا الإنسان. إني باعث لكم بأخي. الأخوة، شنو الأخوة المطلوبة؟ الأخوة المرجوة. يعني لما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة وآخى بين المهاجرين والأنصار، علّه يأتي حديث الأخوة في الليالي القادمة، ما أدري، لكن يعني باختصار أتكلم في هذا الجانب حتى نشوف إحنا على مستوى مما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله، أو يذكره أمير المؤمنين، أو الحسين سلام الله عليه في موضوع الأخوة. نعم، جاء النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة فآخى بين المهاجرين والأنصار. ماذا تعرف عن المؤاخاة التي حصلت بين المهاجرين والأنصار؟ يعني أنت مهاجر وأنا أنصاري، أجي وأخذك في بيتنا،
وأقسم البيت بيني وبينك، أقسم مالي بيني وبينك، أقسم كل شيء بيني وبينك. هذا جزء من أمر المؤاخاة التي حصلت، التعاون الموجود فيما في بينهما. خلينا نسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول أحد الناس يسأل الإمام الصادق شنو مراتب الأخوة؟ اللي يعني يكون واحد أخ إلى الثاني في شنو؟ قال أن يأتي أحدهم ويمد يده في جيب أخيه فلا يسأله ماذا فعل. موجود اليوم ولا موجود؟ هاي الأخوة بهالصورة. الحين لو واحد يحط إيده في إيد في مخبة واحد جوال وش بسوي؟ مستوى على بلاط. مقام الأخوة اللي يرشدها الإمام سلام الله عليه أو رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الصورة، ويصفها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الحين إذا واحد جاب يده في المخبار خلى، لأن إذا ما خليته بشك المخبار مو بالصورة فبيقول له شكيت مخباري، قال جنس خليتني لأنه مو أخوك. فالمعاخاة بهذه الصورة أيضا. النبي صلى الله عليه وآله هاجر آخى بين المهاجرين والأنصار، التفت علي عليه السلام، لاحظ المقام اللي موجود، الأمير المؤمنين عليه السلام قال يا رسول الله لقد آخيت بين المهاجرين والأنصار ولم تآخي بيني وبين أحد. قال أنت أخي ووصيي وخليفتي ووارثي. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. عندما يتحدث الإمام المعصوم عليه السلام عن أمر مؤاخاة كانت بينه وبين مسلم بن عقيل، يعني شنو مقام مهرة؟ مو أنا اللي قاعد أتحجه، الإمام الحسين سلام الله عليه اللي قاعد يقول إن هذا مسلم بن عقيل أنا أرسلته إليكم واعلموا وتيقنوا أنه أخي. شنو تحمل هذه الكلمة من الحسين سلام الله عليه؟ ولهذا لما جاء مسلم بن عقيل بكتاب الحسين إلى أهل الكوفة كان كلما قرأه على جمع منهم بكوا، أولا لذكر الحسين سلام الله عليه، وواقعا لهذا الإنسان اللي جايب كتاب الحسين سلام الله عليه. هذا المقام اللي نال هذا الإنسان وهذه الشخصية. طبعا لعله يطول الكلام عندما نتحدث عن مقامات هذا الرجل، نعم، وقربه من أمير المؤمنين سلام الله عليه. إني باعث لكم بأخي وثقتي. لعله يكون مضامين بيان ثقة الحسين عليه السلام في حق مسلم بن عقيل ما كان من بيان الأخوة، يعني كيف أخاه، ولذلك كان ثقته، كان مؤهلا أن يكون رسولا للحسين سلام الله عليه. والرسول شنو؟ الرسول دليل المرسل. من هو المرسل؟ هو الحسين سلام الله عليه. يعني اليوم احنا لما ننظر الى ان النبي الاكرم صلى الله عليه واله رسول من الله، دليل على الاصطفاء والاختيار من الله سبحانه وتعالى في خلقه، كيف اختار واصطفى محمد. صل على محمد. الذي حصل من الحسين سلام الله عليه لمسلم، إني باعث لكم بأخي وثقتي والمفضل عندي من أهل بيتي مسلم بن عقيل. هذه الكلمات التي قالها الحسين في حق هذا الرجل، يأتون بعض الرواة أصحاب التاريخ يقولون أن مسلم بن عقيل استاء من مبعثه هذا، يعني استاء أنه يحمل رسالة الحسين إلى الكوفة، كالطبري وغيره ممن يريدون أن يجعلون سما في بعض العسل ويضيفونه ويقدمونه إلى الناس.
يعني يقولون على ان هذا الانسان غير مؤهل ان يحمل رسالة الامام الحسين سلام الله عليه. اذا كان الوصف بهذه الطريقة الذي قاله الحسين عليه السلام في حق ابن عمه مسلم ابن عقيل، واذا به يقول هذا لقد استاء مسلم ابن عقيل عندما بعث الحسين برجلين اخرين ومات في الطريق، لذلك ضلوا الطريق، انتهى المدد اللي عندهم، ما عندهم ماي، ما عندهم طعام، فمات في الطريق. الآن بقي عندنا هذا مسلم بن عقيل، يقول لما رأى الوضع بهذه الصورة بعث إلى الإمام عليه السلام بكتاب أن يعفيه من تبليغ الأمر. شلون يكون عن واحد يصفه الحسين عليه السلام بهذا الوصف وبعدين يتراجع؟ الآن لما أنا أتذكر يعني سكينة بنت الحسين، أنتم كلكم شيعة الحسين، كلكم شيعة الحسين، والحسين قال لسكينة أبلغي شيعتنا عني السلام. لو ما يعرفكم شيعة ما تتراجعون، ما ترجعون إلى الوراء، ما عندكم قهقرة، ما قدم لكم تحية الحسين من ذاك اليوم، يعرفكم على أنكم ثابتين على خط الحسين، ثابتين على هذا الأمر، ولذلك يسلم عليكم الحسين سلام الله عليه من ذلك اليوم، أي بني سكينة أبلغي شيعتنا عني السلام، لعلمه لما تحوي صدوركم ونفوسكم من الثبات على خط الحسين عليه السلام وعدم التراجع. وهكذا يكون شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. يدخل رشيد الهجري على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فيقول: يا رشيد، ما لك لو دعيت إلى البراءة مني شو تسوي؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو قتلت وحرقت وطحنت ودررت في الهوى ويفعل بي ذلك 70 مرة ما تخليت عن خطك يا أمير المؤمنين، ما تخليت عن ولايتك يا أمير المؤمنين. هكذا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بولائهم وثباتهم، فكيف بمن خصه الحسين بهذا النص وهو مسلم بن عقيل؟ شنو يحمل هذا الإنسان في طيات نفسه، في جسمه، في عقله، في فكره، في توجهاته، كلها للحسين سلام الله عليه. قالوا بأن مسلم بن عقيل جبان، لما اجى الى الكوفة ودخل بيت هانئ بن عروة، كان مريض الرجل هانئ بن عروة، فعاده عبيد الله بن زياد، يعني جاء الى زيارة هانئ بن عروة، لم يكن قاصدا زيارته، لأن عادة هذيل الولاة الظالمين ما يهمهم من الفقير من المؤمن، مات، جاع، قتل، شنو حصل إليه، ما يهتم فيه، ما يهتم إلا من يواسيه ومن يطيعه ومن يلتزم به ومن يكون له عبد، وإلا هذا واحد من المؤمنين يطلع عبيد الله بن زياد من قصره ويطالع رايح أزور هذا الرجال المؤمن؟ ما يسويها، ولكن يريد أن يطلع ما يدور في الكوفة، لأنه جاي مرسول من يزيد ابن معاوية ليأخذ الكوفة ويستولي عليها حتى لا يأتي الحسين سلام الله عليه، ولذلك ما يرضون أن يزول من عندهم الحكم. صعب أن يزيد يخسر هذا الأمر، يقول: أنا أمير المؤمنين، ولذلك السبب الذي أقدم فيه على قتل الحسين عليه السلام. يقول: آل بني أمية تعبر على هذا الكرسي حتى ينالونه، واليوم يجي تقول: لا، أنت يا يزيد ما إلك شيء، ما يصير، مو ما إلك شيء، خلنا نتفاهم، خلنا نتعلم، خلنا نعتدل، خلنا نتقاسم، خلنا نرتب أمورنا، إذا كانت هذه أفعالك وهذه تصرفاتك إحنا رايحين نرفع
ترفض فماذا تريد؟ لابد أن تكون على خير في المجتمع حتى الناس يقولون أن عندك خير. لكن عبيد الله بن زياد يريد يعرف أحوال الكوفة شنو موجود فيها، هل هناك موجود أعداء إلى يزيد بن معاوية؟ هل هناك ناس رايحين يقومون مثلا بحرب ضد يزيد بن معاوية أو ضد عبيد الله بن زياد؟ يريد يعرف وين مسلم بن عقيل هذا اللي بايعوه الناس. نعم، بيعة للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن لاحظ الكيفية التي دخل فيها عبيد الله بن زياد إلى الكوفة. علم يزيد بأن الحسين بعث مسلم بن عقيل إلى الكوفة وبايعه الناس، يعني الحسين يتم حجة في ذاك السنة ويطلع ويروح إلى العراق، خلاص مستولي على عاصمة الدولة الإسلامية وهي الكوفة، وأكثر شيعة أهل البيت عليهم السلام فيها. فطبعا اختار عبيد الله بن زياد واستشار مستشاره سرجون اليهودي، قال له من يكون. ولذلك انت تلاحظ المستشارين اليوم على مستوى ما يشيرون بخير على احد. واذا امير المؤمنين يزيد ابن معاويه من المستشار ماله يهودي، المستشار ماله يهودي، واذا به يساله ايش تقول منه يصلح الى الكوفة؟ الحسين بيجي وخلاص وبيستولي على الارض. قال لو نشر لك معاويه أتطيعه وأمرك بأمر تنفذ أمر معاوية؟ قال بلى. قال كان قبل أن يموت يريد أن يعين عبيد الله بن زياد على الكوفة، وهذا الكتاب ما له تعمل به؟ قال يلا اكتب كتاب إلى عبيد الله بن زياد، وكتب له الكتاب. قال له إذا وصلك كتابي هذا فضم الكوفة إلى البصرة، فكان واليا على المصرين، على البصرة وكذلك على الكوفة، فخلف عثمان بن زياد أخاه على الكوفة وطلع مع 500 رجل مدججين بالسلاح، ولبس لباس الحسين وضيق لثامه ودخل إلى الكوفة بهذه الصورة. لكن هذيل الجماعة يقول له محمد بن الحنفية أخي أبا عبد الله لا تروح إلى اليمن، لا تروح إلى الكوفة، لأن هذيل قتلوا أمير المؤمنين وخذلوا الإمام الحسن، وأخاف بعد يخونونك وخذلونك إذا رحت أنت. الفرزدق يلتقي بالإمام الحسين في الطريق يقول له كيف خلفت أهل العراق وخصوصا أهل الكوفة؟ قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك، وهذا ما حصل. ويدخل عبيد الله بن زياد الضيق الثامن بلباس يشبه لباس أهل البيت عليهم السلام، وإلى كل الناس مرحبا بك يا ابن رسول الله، مرحبا بقدومك يا أبا عبد الله، اتعرفوا على الشخصية الموجودة بينكم، هذا الرجال اللي داخل من هو هذا حتى تعرفونه وتلتفون من حوله. وإذا هذه الناس بهالصورة وش تريدهم أن يبقون؟ شاهدنا أنه إجع عبيد الله بن زياد ودخل إلى بيت هانئ بن عروة، اتفقوا على أن مسلم بن عقيل إلى إشارة عند هانئ بن عروة أن يرفع العمامة من على رأسه، إشارة يقول لك يا مسلم اقتل عبيد الله بن زياد، لأمرين لم يقدم، وإلا لو قتل عبيد الله بن زياد في ذلك اليوم لعله حصل الأمن. ولكن هناك أمور الله سبحانه وتعالى أعلم بها. الأمر الأول أن مسلم بن عقيل قال رسول الله صلى الله عليه وآله المؤمن قيد الفتك، يعني المؤمن ما يخون، المؤمن ما يقدر، المؤمن ما يقتل بهذه الصورة فتوقف. هذا الأمر الآخر أن زوجة هانئ بن عروة كانت رافضة قتل عبيد الله بن زياد في بيتها،
وهذا الأمر الأهم اللي كان عند مسلم ابن عقيل رضوان الله عليه. وجود عبيد الله بن زياد وعنده علماء البلاط الموجودين وياه كشريح القاضي، المسلم بن عقيل طبعا كتب إلى الحسين عليه السلام أن يا أبا عبد الله لقد بايعني 18,000 من أهل الكوفة، فأقدم يا أبا عبد الله إلى جنود المجندة. سيوف رايحة تولف وياك يا أبا عبد الله، وين راحت هذه؟ لما إجا عبيد الله ابن زياد خلى علماء البلاط كشريح القاضي وغيره نعم أنهم يفتون إلى الأمة، وتفرقوا عن مسلم بن عقيل. وين هاي 18,000؟ قالوا ترى رايح يجي جيش جرار من الشام يخوفونهم بالقوة الخارجية، يخوفونهم بالقوة اللي رايحة يجي من الخارج، وإذا بهم يتفرقون. الأب ياخذ ولده، والولد ياخذ نعم أخاه، والزوجة تاخذ زوجها، وهكذا حتى تفرقوا عن مسلم بن عقيل رضوان الله عليه. حتى في يوم مقتله صلى المغرب 30 رجلا، أتم الصلاة يمشون وياه كم واحد، وصل عند باب كندة مكان معروف في الكوفة، وإذا به وين يتفرقون، التفت يمينا شمالا ما موجود أحد ويا مسلم. أخذ يمشي في الطرقات في الزقاقات، لا يدري إلى أين يتوجه. حديث عهد بالكوفة مو كل الطرقات يعرفها، ومن أيام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان، لكن اليوم الكوفة توسعت وكبرت، ما يدري وين يتوجه. هذا وصل إلى باب بيت تلك المرأة الصالحة المعروفة طوعة من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وقد كبه العطش. يقول بعض الروايات طرق الباب، خرجت تلك المرأة، نعم ما حاجتك أيها الرجل؟ قال أنا عطشان، هل تسقيني قليلا من الماء؟ قالت بلى، أخرجت له الماء شرب، نعم دخلت إلى دارها، رجعت وإذا بذلك الرجل مستندا إلى الجدار. تقول لا أشوف عليك هيبة الوقار والجلال، وهذا مو من سناياك إنك أنت تبقى على بيت أجانب. قال أمت الله هل تضيفيني هذه الليلة؟ قالت له أليس لك بيت؟ قال ما عندي أهل ولا عندي بيت في هذه المدينة. تعرف بنفسه إليها، قال لها أنا مسلم بن عقيل عم أمير المؤمنين، خذلني أهل الكوفة وأرادوا تسليمي لعبيد الله بن زياد. أنت مسلم بن عقيل؟ أنت سفير الحسين؟ أنت ابن عمي؟ أنت ابن أخي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ على الرحب والسعة فأدخلته دارها، أفردت له غرفة، وضعت له الطعام والشراب. تقول طوعة فما وجدته ذاق شرابا أو طعاما، قضى تلك الليل بين قائم وقاعد وراكع وساجد. هومت عيناه قليلا فرأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال بني مسلم أنت إلينا عن قريب. فهل أثناء هذا يدخل ولد طوعة وكان من أتباع عبيد الله بن زياد ومحمد بن الأشعث؟ نعم دخل، نظر إلى أمة تكثر الدخول والخروج إلى تلك الغرفة، قال أمه ما كان إلش عادة أن تدخلين إلى هذا المكان، هل تخبين عني شيء أو ما شابه؟ قالت لا بني نم ارتح واخرج إلى عملك. قال
قال لا أصر عليها، أخبرته بما لديها، قالت إن ببيت نظيف، وهو مسلم ابن عقيل رمى بنفسه على فراشه، أيهم أمه أنه يريد حافظ على ضيفه، ما أن انبلج عمود الفجر وإذا به يخرج إلى عبد الرحمن بن محمد ابن الأشعث فيخبره وذاك يخبر أباه، ووصل الأمر إلى عبيد الله بن زياد فبعثوا إلى مسلم إحضاره إما حيا أو ميتا، يعني روح جيب لي رأس مسلم. ابن عقيل خرج مع مجموعة من الجنود، ما أن وصلوا إلى باب ذلك البيت حتى استقبلهم مسلم ابن عقيل بشجاعته الحيدرية، بسطوته، ببطشه، بقوته، حتى فرقهم في الطرقات والزقاقات. الأطفال ترمي عليه الحجارة، النساء تشعل النار في القصب من على أسطح البيوت وترميه على مسلم. رحم الله من نادى يا مسلما، حتى فرقهم تفريقا، شتتهم تشتيتا. شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام صورها ذلك اليوم في الكوفة، وفر من فر من شجاعة مسلم. أرسل محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد أن مدني بالخيل والرجال، مده وفعل فيهم كما فعل في المرة الأولى، قالوا يا مسلم لك الأمان، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، قال بعضهم لا نقدر عليه إلا أن نغدر به بأمر، شنو أن نحفر حفيرة في طريقه حتى يقع فيها ونقدر عليه. نعم شغله بعضهم من جانب، وانشغل آخرون بحفر حفيرة وغطوها بالدغل والتراب، ثم انجفلوا من بين يديه وجاءوه من جهة بخلاف تلك الحفرة. وشق شفته، جاءه محمد بن الأشعث عليه لعائن الله، طعنه برمح في خاصرته. رحم الله من نادى يا مسلما وسيدا، على حسين الهي طاع اليوم
بوصيت كان بهالبلد طبر يتامى قومي للمسلم يبلغكم سلامه اجرك على الله حسيناً عارباً بسفيره ما حل فيه وليته لم يعلمي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام صل على محمد وآل محمد نتوجه للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه الأنصار المستشهدين بين يديه اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات داوي جرحانا فك أسرانا أرجع ربانا أصلح أحوالنا وأمورنا اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع أرحامنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحق محمد وآله السادة الهدى تحفظ المؤسسين جماعة الحاضرين لا موت المؤسسين وموت الحاضرين من مات على محبة محمد وآل محمد لا سيما شهداء الأبرار والفقهاء والعلماء وخدمة الحسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة والصلاة